مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الرياضي كوكتيل سبور، البرنامج المتنوع بمختلف الرياضات. اذا مشاهدينا مره اخرى الكره الصفراء حاضره معنا في ايفنت الاسبوع، وهذه المره كانت التغطيه للدوره الدوليه لتنس السيدات اللي عرفت مشاركه 23 لاعبه دوليه من مختلف الدول الاوروبيه والاسيويه. كيفاش كانت هذه الدوره؟ نخليكم تتابعوا هذا الريبورتاج. اعتادت ميادين التنس ببن عكنون استقطاب العديد من اللاعبين واللاعبات الدوليات، مثل ما كان الحال هذه السنة من خلال دورة دولية نظمتها الاتحادية الجزائرية للعبة جائزتها 10,000 دولار، بهدف فتح المجال للاعبات الجزائريات للاحتكاك بمستويات عالية. كنا على بالكم بلي هذه الدورة داخلة في البرنامج تاع الاتحادية الجزائرية وكذلك تاع الاتحادية الدولية، لان كل بلدان يعرفوا بلي كاين هنا في الجزائر دوره في هذا الوقت داخله في القائمه نتاع الدورات في العالم. ثانيا الفائده للاعبات، اولا باش يحسنوا المستوى نتاعهم وباش يزيدوا يكون عندهم نقاط باش يكون يطلعوا في الترتيب العالمي فيما يخص النقاط. ساعدنا ديجا باش نلعبوا contre des pays étrangers ou نحسنوا المستوى ديالنا. الدورة شاركت فيها 23 لاعبة من جنسيات مختلفة يمثلون 10 دول أوروبية وأسيوية على غرار بلجيكا، فرنسا، أرمينيا، الهند وبلدان أخرى، بينما غابت الدول العربية عن هذه الدورة لتزامنها بعيد الأضحى المبارك. C'est bien, moi je trouve ça bien. L'hôtel est assez bien, le club est super avec les palmiers, c'est sympa et la terre battue est bonne. Il fait très beau donc c'est agréable. C'est pas le même temps qu'à Paris en France donc c'est bien. J'espère rester là le plus longtemps possible. لاعبات من المستوى العالي أتينا للمشاركة في الدورة بعدما تم نشر خبر تنظيمها على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتنس، وهدف كل مشاركة كان كسب نقاط تحسن من ترتيبهن في التصنيف العالمي بعد الفوز بكل مباراة، مما يؤهلهن لخوض دورات بمستوى أعلى. Bah, tout simplement sur l'ITF, on a vu qu'il y avait plusieurs tournois et on a décidé de venir ici avec mon entraîneur jouer les deux tournois pour essayer de gagner des points pour pouvoir évoluer dans le classement WTA. Donc ici, j'espère gagner quelques points pour pouvoir monter dans le classement. Si en Algérie, c'est la première fois. J'étais plusieurs fois dans le tournoi en Afrique, mais c'est la première fois en Algérie. On était à Tlemcen la semaine passée et ça nous a plu vraiment beaucoup parce que l'organisation était top, on n'a rien à dire. C'était très bien, comme Deborah a dit, les arbitres étaient de niveau très élevé, mieux que chez nous en fait, donc ça c'était une surprise positive. Au niveau d'organisation, pour les joueuses, tout était réglé très bien. Ils étaient même un tout petit peu gâtés dans le sens que si on avait besoin d'un transport, c'était hop, direct réglé. المشاركة الجزائرية بالمنافسة كانت ممثلة بتسع لاعبات، فيما غابت عنها بطلة إفريقيا لأقل من 18 سنة إيناس إيبو بسبب تعرضها لإصابة بدورة الإنسان حرمتها من المشاركة بعدما كانت الاتحادية الجزائرية تعول عليها، لكن الإصابة لم تحرم إيناس من حضور النهائي كمتفرجة. احنا متأسفين بعدم مشاركة نتاع اللاعب نتاعنا إيناس إيبو، وهذا بسبب إصابة في اليد. كنا نتمنينا باش تكون هنا في المنافسة. مالوغوزمون تبليسيت في الكود تاعي، عندي تونزينيت وكود، مي الحمد لله شفت الطبيب قال لي ماشي حاجة، سي با كيك شوز دو تري غراف، قال لي لازم لو روبو هاد كاع هاد لي دو سيمين، تاني كريديكاسيون عند لو ميديسان وان شاء الله بور ريفنيغ سور لو تيران. سي نورمال كنت حابه نشارك، لكن هي في الجزائر في بن عكنون وتاني كان في تلمسان، ماشي كل يوم عندنا لي تورنوا لهنا في الجزائر. سي دوماج، ان شاء الله العام الجاي نعاود نجي ونلعب ان شاء الله.
دورة بن عكلون شهدت تألق الفرنسيات بامتياز، أين كان ذلك واضحا من خلال النهائي الذي كان فرنسي 100%، إذ جمع بين المصنفة الأولى في جدول الدورة أمونيتان ومواطنتها أمونجين كازو المصنفة الثانية. عرف منافسة قوية بين الفرنسيتين، إلا أن لقب الدورة عاد لأرموني التي فازت على أمونجين بشوطين لصفر، كانت تفاصيلها 7-5 7-5. Harmony a été plus régulière que moi aujourd'hui. Bon, ça, c'est très serré, 7-5, 7-5. Ça se joue sur quelques points et moi j'ai tenté un peu plus, j'ai pris plus de risques. Et bon, bah, aujourd'hui c'est pas passé, mais j'espère que la prochaine fois ce sera favorable pour moi. Et en tout cas, félicitations à elle. Je la connais bien, c'est vraiment une vraie amie parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le tennis et c'est très dur de jouer contre une fille que tu apprécies énormément. Et j'étais très tendue pendant le match. Et je suis vraiment très contente d'avoir gagné. وإن عاد اللقب فيها إلى فرنسية، إلا أنها كانت فرصة للجزائريات للاحتكاك بمختلف المهارات، كما أعطت صورة مشرفة للجزائر للعديد من المشاركين الذين كانوا يجهلونها. التنس مشاهدينا إلى كرة اليد اللي حاضرة معنا في ركن تحت المجهر، وهذا الأسبوع مشاهدينا سلطنا لكم الضوء على نادي بش جراح لكرة اليد. هذا النادي اللي يعتمد سياسة تكوين الجنس اللطيف، إلا أنه يفتقر إلى أبسط الإمكانيات. للتعرف أكثر مشاهدينا على هذا النادي خليكم تتابعوا هذا البورتريت. واحد من أندية كرة اليد النسوية الجزائرية، نادي بش جراح الذي تأسس سنة 2006 بفئة البرعومات. اجتهدنا طيلة هذه السنوات حيث اجتزنا كل المراحل لتصبح البرعومات سيدات ينشطن بالقسم الوطني الأول بقيادة المدرب شويع المنير. نادي كرة اليد بش جراح هي مدرسة كرة اليد، تأسست في 2006، يعني تقريبا عندنا 10 سنين تأسسنا. كنا بدينا بالبراعم تاعنا ونفس اللاعبة تاع البراعم، وهم بعد سنوات طلعنا بهم ولاو أكابر وطلعنا بهم القسم الوطني الأول. ودوكا صافي عندنا عامين حنا نلعبوا في القسم الوطني الأول. والحاجة الخاصة في الفريق تاعنا أن الفريق تاعنا كلهم بنات، يعني يلعبوا يسكنوا في الحومة، يعني يسكنوا في 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 حي نفس الحي. يعني ما نعتمدوا على المدرسه تاعنا، ما نعتمدوش على البنات اللي نجيبوهم منا ولا منا، نسمى البنات اللي نجي نفورميو احنا اللي يكونوا منهم المدرسه. طلعنا الكلوب تاعنا جاب بروميير، ما طلعنا الكلوب تاعنا ملي كنا صغار. لو سول كلوب اللي بدا من الصغار حتى الكبار، دايوغ بدينا من ايكول حتى السينيور، لحقناهم كاتيغو سينيور، وحنا بارمي لي كلوب اللي طلعنا ليكسيلونس. دينا درنا دي بون ريزولتا، دينا دي كوب دالجيري ما داتهم حتى ايكيب، فهاد دينا 3 فوا ولا 4 فوا ولا دوبلي، دينا بليزيوغ فوا بدي في كنقول لك 7 في برسك 7 في، ماشي كيما لي زوطخ كلوب باغ اكزومبل عندهم 14 في، كاين شونجمون، حنا 7 في. طلعنا بهم ماغري لي بليسيور لي مويان ما كاش تو كلش هذا، بصح اون ايتي برسك اون فامي. لي طيحنا رفضوا بعضانا حتى لحقنا السينيور، ان شاء الله كملنا لحقنا سينيور ورفضنا بعضانا. يعد نادي بش جراح مدرسه لكره اليد النسويه، تعتمد سياسه التكوين عناصره 100% من المدينه ذاتها، كما يعتبر النادي الوحيد الذي ينشط فيه الجنس اللطيف فقط بهدف تشجيع الرياضه النسويه في الجزائر. النادي هو نادي لتكوين
يقدروا الناس يتقول بلي حنا انا نخدموا التكوين ونعاونوا الوزاره تقول انا نخدموا التكوين وحنا مع الناس اللي يكونوا بصح ما شفنا حتى دعم لينا. حنا رانا كما يقولوا في ريجيون في باجراح كارتي بوبيلار حي شعبي في بن جراح دار ايكول تاع هوندبال في مينين بصح واحد ما يدعم فيه يشوفوا فينا يدعمونا ويجوا يشوفوا الريزلت يا خويا يقول لك لازم احنا ندعموا باش نشوفوا النتيجه. احنا كاينه النتيجه والدعم ما كاش. وبفضل الإرادة والطموح الكبير والعمل الجدي استطعن هاته الشابات التي لا تتجاوز أكبرهن سن 21 الصعود إلى القسم الوطني الأول في جوان سنة 2013 بعد إجرائهن مباريات فاصلة تمكنا من اجتيازها بجدارة لتحجزن مكانة لهن ضمن أكبر الفرق الوطنية إذ احتل الفريق المركز الثامن في أول موسم له بالقسم الأول من أصل 14 نادي. إلا أن الإرادة لوحدها لم تكن كافية في غياب أبسط الإمكانيات للحفاظ على مركزه الذي تراجع خلال الموسم الفارض ليتذيل الترتيب. البلدية ما نطلبش منهم يدعمونا بس كلا بلي ما حش يدعمونا صراحة ما حش يدعموني بس كأن عوام احنا نطلبوا منهم يدعمونا على ودك است من التدعيم ديال البلدية است منه إن شاء الله مدير الشباب والرياضة يدعمنا أكثر. أنا فيه الأمل باش يدعمونا أكثر إن شاء الله الوزارة تدعمنا أكثر. دينا ملي كنا صغار حتى ملي كنا صغار حتى اللوك شغل أون بليس حنا لو بروبليم تاعنا دي موايان شغل ما عندنا ني أون سال ما عندنا والو شغل مالغري زعما ما على باليش لي موايان تما زعما رئيس بلدية ولا يا غيان يا غيان يقول هكا هدرا إيتو تيليفيزي فوالا وحنايا هكذا مي يا غيان. فالنادي لا يمتلك قاعة يتدرب فيها أو يستقبل فيها منافسيه بالدوري وقد اعتاد النادي استعارة قاعة براقي مرتين في الأسبوع وقاعة كاليتوس كذلك. بس ما عندناش صاله في بن جراح نوضعني في براقي نوضعني في كاليتوس دو فوا هنا دو فوا في كاليتوس بس كل بن جراح ما عندناش صاله اللي فيها لي نورم عندنا بتيت صال دو 30 متر اللي ما فيهاش لي نورم تاع تاع هوندبال تاع اونترينمون تاع هوندبال بول سينيور صافي باش جراح كامله ما فيهاش من اونترينمون سي بو سان جول هنايا ونروحو كاليس اونترينمون. ديجا حنا عندنا لو بروبليم لو غون بروبليم اللي عندنا تاع السال دو سبور ديجا بروميرمون عيب حنا سون ايكيب في بجراح لي بارمي لي في اللي طلعناها ايكيب تاع فيا الجمعيه بلوتو تقدر تقولي الجمعيه طلعناها ليكسيلونس ولعبوا بروميير ديفيزيون ما عندناش ميم با اون سال ما عندناش ميم با اون سال باش نونترينمون او موا دو كرينو في الصاله تاعنا تاع بجراح مي عندنا اون سال بصح ما كاش لي كرينو فيها واش تقول ياك غير نقولوا بلي ما قيموناش ما شغل ما دارولناش حساب ما داروش القيمه الريزولتا اللي درنا حنايا. وبالرغم من ان النادي انهى الموسم السابق في مؤخره التصنيف الا انه الى حد الساعه لا يدرك اين ينشط في القسم الاول ام القسم الثاني لان الاتحاديه الجزائريه لكره اليد لم تجري اجتماع المكتب الفيدرالي الخاص بالبطوله النسويه علما ان المنافسه ستنطلق في 17 اكتوبر المقبل. البطوله الوطنيه نورمالمون تبدا 17 اكتوبر بس احنا باش جراح ما بلاش اسك نلعبوا بريمير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون لان في الفيدراسيون كاين جمعيه عامه يواسوها بل الجمعيه العامه تبان وين نلعبوا اسك بريمير دوزيام ديفيزيون لا فيدراسيون ما بانش الجمعيه العامه ما واسوهاش ما بانش وقتاش يواسوها باش نفهموا وين راح نلعبوا. قولوا لنا بك وحنا نخدموا احنا ما يهمناش احنا قولوا لنا بك باللي راكو اسكو راكو في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني احنا نخدموا هذا ما كان يديروا الاورغانيزاسيون باش نعرفوا بك ورانا ونسطروا البرنامج تاعنا هذا واش نسحقوا. رفيقات ياسمين خلفاوي يزاولن تدريباتهن وتحضيراتهن للموسم الجديد بكل جديه طامحات في ابقاء نادي كره اليد بنش جراح كبريات في الواجهه على ان لا يزول النادي خاصه وان النادي لا يحظى باي دعم مادي ولا معنوي بالرغم من ان الوزاره تدعي السير على خطى تشجيع الرياضه النسويه التي باتت مهمشه في الجزائر من كل الجوانب. من الرياضات الجماعية الأخرى مشاهدينا حضر معنا في انترفيو الأسبوع اللي كان مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة عقبة قوقام. عقبة يتحدث عن تألق منتخب الرجال في الألعاب الإفريقية وحصوله على ميدالية ذهبية وانتكاسة منتخب السيدات اللي أقصي في الدور الأول. تابعوا معنا.
عقبة قوقاب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة، أهلا بك معنا. شكرا وشكرا على الاستضافة. بداية نبدأ بالتتويج، تتويج مبروك التتويج لمنتخب الرجال اللي فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية. شكرا حقيقة، على كل حال تتويج يفرحنا ونظن يفرح كل محبي الكرة الطائرة، ولكن إذا كان سمحت لي أنه خلال هذا الألعاب يعني كانت فيه وفاة أباء اللاعبتين في الفريق الوطني إيناث اللي هما شطوط وعشر دلال، إذا كانت سمح لي يعني باش نترحموا عليهم ونتقدموا تعزيتنا إلى أهالي هذه اللاعبات وليهم أيضا. أكيد إحنا بدورنا قناة النهار تقدم تعازي لأولياء هاتين اللاعبتين. إذن كان التتويج يعني كان هدف مسطر منذ البداية قبل الانطلاق يعني في هذه في خوض هذه المنافسة، كان التتويج كان هدف مسطر منذ البداية وتوجتوا بالميدالية الذهبية، فزتم بكل اللقاءات اللي خاضها المنتخب الوطني، هل كانت المهمة سهلة؟ أول حقيقة يعني ولو كان مسطر ولكن يعني ما كناش متأكدين 100%، أكيد أنه نتيجة إيجابية جدا خاصة لما نعرفوا أنه الفريق يعني جدد أكثر حتى بالمقارنة مع البطولة الإفريقية للأمم الأخيرة، بحيث أنه أغلب اللاعبين يعني لاعبين شباب، وهذا التتويج يفرحنا أكثر لأنه في نفس التوقيت أيضا يعني تقريبا شهر من قبل كان أيضا تتويج فريق الأشبال بالبطولة العربية، الشيء اللي خلينا يعني مرتاحين بالنسبة لفئة الذكور هذه اللي أكيد، وهذا يعني ما وش كلامنا فقط ولكن حتى كلام المتتبعين هنا خلال البطولة الإفريقية سواء الإخوة التونسيين أو الإخوة المصريين. المهم نظن الآن عندنا بين يدينا ممكن مجموعة اللي ممكن تزيد تتقدم في المستقبل إن شاء الله. تألق المنتخب الرجال في الألعاب الإفريقية للأسف قابلوا انتكاسة نائب بطل إفريقيا اللي هو المنتخب النسوي، بماذا تفسرون لماذا التراجع للمنتخب اللي كان يعني قبل شهرين نائب بطل إفريقيا؟ لا احنا خلال شهرين يعني فقدنا 6 لاعبات، بداية بحموش سليمة وبعدها مباشرة فاطمة الزهراء بن سالم، ومباشرة بعد الجران بري هنا في الجزائر أول لا قبل عبد الرحيم ومنصور نوال، وبعدها مباشرة والموليديا، وفي آخر المطاف عكازي اللي بالنسبة لي لأسباب قاهرة يعني ماش كاين فيهم الان ما همش بنات راهم سيدات، الظروف تاع سيده تعرفي كاين في بعض الاحيان اشياء تحدث اللي تخليها ما تقدرش انها تواصل المشوار تاعها، بينما كاين النصف الاخر نظن هذا معروف 3 لاعبات اللي حقيقه يعني سواء مرضى او ألموا اللي حتى في الجائزه الكبرى في الجزائر هنا المقابلتين الاخيرتين ما لعبتهمش لانه حالتها يعني الصحية ما كانش، ونفس الشيء أيضا بالنسبة فيعني السؤال المطروح قلت له إنه كان الناس قولت كثير في هذا الموضوع فريق ألف وفريق باء. لاحظنا انحلال المنتخب الوطني الأول بعد يعني عزوف بعض اللاعبات على المشاركة، استقالة المدرب سيلفاني، هذا الشيء كله يعني ساهم، أنتم ما اخطأتوش يعني بهذا القرار أنه ترسلوا المنتخب الوطني الأول للمشاركة في الألعاب الإفريقية؟ ما نظنش، لأنه مهما رسلنا في آخر المطاف النتيجة نفسها، الآن ممكن الناس تتكلم على النقاط في الأشواط في كأس العالم، بينما نتيجة المقابلات مهما يكون الفريق اللي تصلناه، وهنا نعاود نرجع لك لأنه قلت لك لما ينقصوا لك في ظرف شهرين 6 لاعبات يعني لأسباب طارئة، يعني ما 6 لاعبات وفي 6 هذو كاين 5 لاعبات هما اساس الفريق، يعني انت ما تشوفش بلي قرار اللي اتخذته الاتحاديه كان سبب يعني ربما في عدم مشاركه لهاد الاساسيات؟ لا ما نظنش، احنا كان فيه كلام سواء مع الفريق او حتى مع المدربين، وهنا ايضا باش نرجع يعني الناس تتكلم على استقاله سلفاني، لا مش استقاله سلفاني، سلفاني ما استقالش ولو طريقه اللي عملناها باش، ولكن حقيقه الامر انه ما هيش استقاله، لانه جت استقالته جت مباشره بعد اتخاذ قرار الاتحاديه انه المنتخب الاول ما يشاركش في المونديال. لا ما جاتش مباشره،
اللي قلت لك هذه بعض وسموها كاين احنا مشاغل داخليه ممكن بالنسبه، ولكن جت تقريبا حوالي اسبوعين او ثلاثه بعد ما استدعي سلفاني الى اجتماع طارئ في الاتحاديه، وتم الاتفاق انه ما نكملوش العقد معه. تاهل كاس العالم بالنسبه للاناث احنا ما عرفناش حتى خلال بعد نهايه كاس العالم كاس افريقيا، لانه من سابقا تقريبا اكثر من 20 سنه بالنسبه لكاس العالم كاين فريق واحد من افريقيا تاهل كاس العالم. ولكن انا قلت باش نرجع ايضا لكاس العالم، النتيجه هي نتيجه المقابله، وانا بالنسبه لي انا متاكد يعني مهما الفريق اللي كان يشارك النتائج دائما كانت راح تكون 3-0. لا يمكن 3-0 اكيد احنا كان على بالنا بلي راح يخسروا كل المباريات، هذا الشيء الغير مقبول انه فريق يلعب ويخسر 25 مقابل 2، يعني هذا يفسر غياب الفريق. يفسر قلت غياب الفريق، ولكن قلت لما انت تكوني في، انا بالنسبه لي ايضا لو ممكن عملنا العكس ممكن من السهل تقبل الهزائم في كاس العالم من انه نمشي الالعاب الافريقيه ايضا بفريق اللي كان ايضا ممكن في افريقيا كان يكون عنده نتائج سلبيه جدا 100%. لكن هنا ما يعني بين قوسين ما ربحنا والو، حتى المشاركه في بطوله افريقيا في الالعاب الافريقيه كانت يعني خيبه امل بالنسبه لكره الطائره النسويه. واش نقول لك خيبه امل؟ انا بالنسبه لي لا، لانه لماذا؟ هنا نمشيو للالعاب الافريقيه، احنا اولا في الالعاب الافريقيه حتى القرعه تاع تشكيل الافواج ممكن ما ساعدتناش، لانه احنا كنا في فوج اللي كان فيه اولا الكاميرون كان بفريقه 100%. هنا الناس تقول احنا الكاميرون حتى مع الفريق النشوي اللي من قبل الكاميرون تغلبوا علينا هنا في الجزائر، صحيح ولا لا؟ في التاهيليات. فقلت لك احنا كنا في فوج ممكن فيه الجزائر كينيا والكاميرون، والدليل هو انه الكاميرون وكينيا هما اللي نشطوا الدور النهائي، بينما المجموعه الاخرى كانت فيها مصر والسيشيل تاهلوا. هنا اولا ممكن ما كانش عندنا الحظ. حتى المقابله الاولى لعبناها مع الفريق، لان المقابله الاولى لعبناها مع الفريق الكيني، فريق ثاني احنا ثاني فريق ثاني، هذا هو اللي لازم احنا نتفاهموا عليه. لا ماشي فريق ثاني، احنا فريق ثاني المنتخب الاول لا سيد عمر. لا 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 انا بالنسبه لي فريق ثاني، الفريق الاول يتكون من، احنا قلنا انه كان فيه غياب 6 لعيبات، صحيح ولا لا؟ هل هذا صحيح؟ صحيح كان فيه لكن يعني هو الفريق يعني لا يعني الفريق الاول كان غايب، لانه لما قلت ناخذ اوكازي اولمو منصوري هذا المناصب الثلاثه هذا احسن لعيبات عندنا، ونزيدوا لها عبد الرحيم موني ونزيدوا بن سلمان. لكن علاش نعتمد فقط على هاد اللاعبين؟ يعني ما عندناش باكاج مع الاسف نقولها ونعاودها، عدم الاستقرار وكذا هذا هو اللي يخلينا يعني. انا قلت لك من قبل التجديد ما يكونش في ظرف سنه. يعني في الختام سيد عقبه ما ندمتوش؟ بصراحه ما ندمتوش انكم بعتوا المنتخب الاول؟ لا ما ندمتش. يعني الوزاره ضغطت عليكم باش يشارك؟ لا هذا نرفضه تماما. يعني الوزاره ما دخلتش في قراركم؟ لا ابدا ما تدخلتش. انا هذه ثاني قلت لك، لذا من الصباح وانا نقول لك الناس تقول كثير، الوزاره ما ضغطتش علينا، والشيء اللي عملناه كان فيه تشاور، ولكن تشاور هذا ماهوش ضغط. وكان ممكن احنا كاين اتحاديات انسحبت، لا كاين اتحاديات في الالعاب الجماعيه انسحبت تماما. لا هل هذا معقول ايضا؟ هل لانه ممكن نمشي الى 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 دوره مهما تكون اهميتها، هل مستحسن نكون حاضر ولا نكون منسحب؟ لا اكيد. والمهم بالنسبه للكره الطائره نقولها ونعاودها، نظن في الالعاب الجماعيه هي الرياضه اللي لحد الان في المحافل هذه هي اللي تؤدي دورها. يعني احنا يا بدورنا يعني نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ومبروك التتويج مره ثانيه، ان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله. نشكرك جزيل الشكر يعني لكل هذه التوضيحات.